جدا انه احنا لحد الان شايف او انتظرنا لحد الان علشان نلغي الاتفاقيات، ولكن هو كويس حتى لو انتظرنا لحد الان نلغي الاتفاقيات برضه كويس. انا موافق من فتره طويله يلغيها، من قبل الايام هذه يلغيها. مش مفروض احنا نقعد مع الاحتلال ونتكلم معاهم ونتفاوض معاهم وهم كل يوم بيقتلونا ومحصريننا ومنعين عنا كل حاجه. انا اؤيد كمواطن هذه القرارات، لان اسرائيل لا تريد أن تنفذ أي من الاتفاقيات، ولا يوجد عندها، لا تحترم القوانين الدولية ولا تحترم القوانين الموضوعية، فهي تعتبر نفسها خارجة عن القانون. الاستحقاقات اللي على الشعب الفلسطيني كله تقدم، أما استحقاقات الشعب أو الحكومة الإسرائيلية ما قدمت شيء، فلذلك من حق الرئيس أنه يلغي كل الاتفاقيات.